السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن أهمية كتيب السيارة الموجود في صندوق القفازات وكيف أنه يحل أغلب مشاكل السيارة على مدى العمر الافتراضي للسيارة. ولكن قبل البدء خذ ثواني من وقتك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك الجديد، وقم بزيارة عنواني على الانستغرام multi_auto لترى جديد القناة. كلنا قمنا بشراء سيارة سواء كانت جديدة أم مستخدمة، لكن هل فكرت في فحص وجود كتيب السيارة أو كتيباتها التي أتت معها من المصنع؟ هل اهتممت بفحص تواجدها على فحص المحرك والجير وغيرها؟ فكل شيء مهم في السيارة، وكل شيء يعني عدم تواجده في السيارة ينقص من قيمة السيارة. ولكن اعلم أنك ستقول: وما أهمية كتيب السيارة ولما علي الاهتمام بتوافره؟ سأخبرك السبب. كتيب السيارة كأي كتيب يأتي مع أي شيء يباع من أجهزة، من معدات، من أدراج، من مصابيح، من سيارات وغيرها. والغرض من من الكتيب الذي يأتي مع الجهاز أو السيارة أو غيرها، الغرض منه تعريف المستخدم بالطريقة الصحيحة للاستعمال أو الاستخدام المنتج، لتفادي أي خلل أو حادث، أو لمعرفة كيفية الصيانة وقطع غيار السيارة المناسبة. لنقل مثلا أنك قمت بشراء سيارة ولا يوجد كتيب فيها، ستعتمد على ماذا في البحث على الزيت المناسب أو قطع الغيار المناسبة أو نوع سائل التبريد؟ لا، سوف تعتمد على ما يقوله لك الميكانيكي أو ستبحث عنه في الإنترنت. ولكن عند توافر الكتيب في السيارة سوف يوجد كل شيء أو كل ما تريد معرفته عن السيارة على مدى عمرها الافتراضي. فلما لا ننشر ثقافة كتيب السيارة أو أهمية وجود كتيب السيارة في السيارة؟ ويجب علينا أن نقوم بالتأكيد على أن يبقى الكتيب في السيارة حتى بعد بيعها، فبقاؤه في المنزل لن يفيد بشيء وسيرمى بعد فترة، وواجب تركه في صندوق السيارة أو في صندوق القفازات في السيارة ليستفيد مالكها الجديد. وفي الختام، إحدى النصائح التي أوجهها من خلال هذا الفيديو: عند القيام بشراء سيارة مستخدمة، ضع هذا الشيء للبحث أثناء فحصك السيارة، وهو التأكد من وجود كتيب السيارة، وذلك لأنه سيفيدك في المستقبل. وفي الختام، لا يسعني سوى شكركم للمتابعة ومشاهدة المقطع إلى النهاية، ولا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا لكم.